مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع في حلقة خاصة على قناة تي في صوت العرب من كندا. أنا محدثكم جمال الشريف من أوتاوا، واليوم نتحدث عن موضوع مهم جدا وسؤال بطرحه الكثير من القادمين الجدد ومن الناس اللي موجودين هون: نظام المدارس في كندا. طبعا نظام المدارس في كندا، في البداية راح نحكي معلومة مهمة جدا، أنه تختلف نظام المدارس من مقاطعة إلى أخرى اختلاف كلي. أكبر مثال اللي هو الاختلاف بين مقاطعة كيبيك مثلاً ومقاطعة أنتاريو. التعليم في كيبيك 11 سنة المدارس، وبعد وفي كيبيك وبعديها بيجي سنتين شغلة اسمها السجيب زي كلية أو إشي، بأنتاريو 12 سنة وبعديها ما في سجيب، ممكن يروح على كلية أو ممكن يروح على جامعة ويأخذ شهادة. فهذا اختلاف جذري بين بعض المقاطعات. معظم المقاطعات تعتمد نظام 12 سنة، أتوقع إلا مقاطعة كيبيك. النظام أيضا من مدينة إلى مدينة يختلف. ليش؟ لأنه بيعتمد على البورد. خلينا أشرح لكم نظام التعليم في كندا. نظام التعليم في كندا هو نظام فيدرالي، لكنه مدار من قبل المقاطعات. ففي كل مقاطعة لها وزارة اسمها وزارة التعليم. يعني وزارة التعليم الأساسية هي وزارة التعليم في المقاطعة وليس في كندا بأكمل. فما في وزير تعليم في كندا بيجي بقول لك أنا بدي أغير مثلا في التعليم في أماكن معينة، بيجيهم دعم من الحكومة الفيدرالية والحكومة المحلية وهم بيديروا الموضوع. طبعا كل مقاطعة مقسمة أنظمة التعليم لبوردز، شيء بسموه بورد. أوكي، اللوكال بورد هو المسؤول عن التعليم في هذه المنطقة أو المدينة. هنأخذ مثال اللي هو مدينة أوتاوا، فيها أربعة بوردز وتختلف، عشان هيك أنا ماخذ مثال. أوكي، هلأ في أماكن في بورد واحد، في أماكن فيها تو بورد. هذا البورد يعني مهم جدا، لأنه هو اللي بحدد أنظمة اللي بده تمشي عليها البورد، وكيف يحددوا الفند والفلوس وين يودوها وين يصرفوها. والحلو في الموضوع انه انت وانا في ايدنا انه نحدد هذا البورد. نعم، كتير ناس للأسف عايش في كندا سنوات وما بتعرف انه احنا اللي بننتخب البورد دايركترز، واللي هم بمشوا البورد. كل منطقة بيقسموها لزون، وكل زون بيكون عليها ريبريزنتيف في البورد. لا مثلا في أوتاوا لكل زون في أربع ريبريزنتيف، لكل بورد في واحد، واللي بينتخبوا الناس في الانتخابات البلدية. لما بتروح بتنتخب عمدة المدينة وبتنتخب السيتي كونسلر. في كمان سؤال بيسألوك إياه، البورد تبعك أنت تابع لأي بورد؟ راح تنتخب الشخص بناء على أبنائك في أي بورد. هذا مختصر التقسيم، يمكن شوي معقد، لكن هلأ لما ندخل في الموضوع حنحكي أكثر ونسهل الموضوع. أنا ما أخذ مثال مدينة أوتاوا، ولكن هو مثال يحتذى فيه لأنه فيه عدة بوردات. هنحكي عن أنواع المدارس، هنحكي عن المواصلات، الرسوم الدراسية سؤال مهم، الكتب والمستلزمات الدراسية، الأكل، الآي بي بروجرامز، هذا في سؤال كتير بيسألوا عنه، وللأسف في ناس كتير ما عندها أجوبة عنه. وطبعا إذا عندكم أي أسئلة وتعليقات ممكن نجاوبها خلال الحلقة أو بعد. خلينا نحكي الآن عن موضوع التقسيمات. في مدينة أوتاوا في خمس أنواع للمدارس، خمس أنواع، أربعة منها حكومي ونوع خاص. النوع الخاص اللي هي المدارس الخاصة اللي بنسمع عنها، بتنقسم إلى قسمين: boarding school اللي هي الطلاب بناموا فيها، والday school اللي هي المدارس اللي بروحوا برجعوا فيها عادي الطلاب كل يوم بيوم. أوكي، دي سكول في مدارس مثلاً المدارس الأبرار في أوتاوا، المدارس الإسلامية في أوتاوا، هاي المدارس العادية. البوردينج سكول في مدرسة ميرفيل مثلاً، ميركفيل، ومدارس أخرى هاي بناموا فيها، وكتير بيجوا عليها طلاب انترناشونال بيكونوا من دول ثانية عشان يقدروا يخلصوا الدبلوم أو الثانوية العامة هون. البوردينج سكول
رسومها غالية 10 ل 15000 يمكن بالفصل، بالسنة توصل ل 20 25000. المدارس الخاصة بأوتوا من 400 ل 1500 دولار بالشهر، يعني بتحكي عن لو بنحكي افريج 500 بتحكي عن 5000 دولار في السنة. هاي المدارس الخاصة خلصنا منها، ننطلق الآن للمدارس الحكومية. المدارس الحكومية في أوتوا في منها أربع أنواع، أوكي؟ في public English، public French، وفي Catholic English و Catholic French، أوكي؟ هنبدأ في public English اللي هي أكبر بورد موجود في أوتوا وأكثر مدارس عنده. public English اللي هو معظم الطلاب بيروحوا عليه، ولكن هو ليس بيدرس فقط انجليزي، في عنده برنامج انجلش فولي انجلش الطلاب بيدرسوا بالانجليزي، في عنده برنامج انجلش اميرجن، وفي فرنش اميرجن، وفي فرنش، يعني في ممكن تلاقي البرامج هاي الفرنش قليل جدا ولكن باقي البرامج بتلاقيها كثير. البورد هذا هو أكثر بورد مشهور ولكنه ليس أغنى بورد. أغنى بورد اللي هو الكاثوليك إنجليش اللي هو الثاني. الكاثوليك إنجليش كتير ناس بروحوا عليه، وخاصة يمكن حتى من العرب والمسلمين، لأنه محافظ كتير، يعتبر من البورد محافظ. برضو في عنده فول إنجليش تدريس، في عنده إنجليش إميرجن، فرنش إميرجن اللي هو بداش ندخل فيهم تفاصيل، اللي هو بدرس إنجليزي وفرنسي، بعض المواد بالإنجليزي وبعضها بالفرنسي، وفي عنده شوية فرنسي ولكن معظم تركيزه حكينا على الإنجليش. بيجي البابليك فرنش كل تدريسه بالفرنسي، ما في عنده إنجليش، في عنده مادة إنجليش بس ما في مواد أخرى. وطبعا اللي بيخلص بابليك فرنش في عنده سبيشال علامات، لأنه بأخذ بالبورد بأخذ شهادتين، واحدة بالفرنسي واحدة بالإنجليزي. أعتقد إلهم سكولرشيب في بعض الجامعات $1000 بالشهر للي بدرسوا، أو بالسمستر مش متأكد، للي بدرسوا بالفرنش، هذا عشان يحفزوا على دراسة بالفرنش. الآن البورد الأخير اللي هو كاثوليك فرنش، هذا ما بدخله إلا شخص يا إما أحد أبويه كاثوليك وتم تعميده يعني بابتايز، أو الولد بابتايز، يعني لازم واحد يكون منهم مسيحي تم تعميده حتى، مش بس مسيحي، هدول بوخدوا بس. طبعا في فروق، بعض الفروق في التعليم وطريقة التعليم وطريقة الهاي، حتى انه بدء المدارس مثلا الكاثوليك فرنش بدأوا قبل اسبوعين في نصف اوغست تقريبا. الفرنش بيبدأوا مع مقاطعة كيبيك، بيبدأوا قبل الليبر بأسبوع، قبل الليبر ويك بأسبوع. الكاثوليك إنجليش والبابليك إنجليش بيبدأوا بعد الليبر داي اللي هو بكون عادة في أول سبتمبر. فحتى بدايتهم ونهايتهم طبعا بناء على ذلك تختلف. الآن والمارش بريك برضو يختلف بناء على الأسبوع اللي بدأوا فيه. الآن هذه الأهم البوردز، إن شاء الله تكونوا فهمتوها بكل سلاسة. 5 بابليك، 4 1 برايفت. البابليك الأربعة هدول 2 منهم فرنش و2 منهم إنجليش و2 منهم كاثوليك و2 منهم نورم. طيب الآن نتكلم عن موضوع مهم جدا وهو المواصلات. هل يحق لابني المواصلات ولا لا؟ طبعا هذا سؤال بسألوه كتير أهالي. أنا ساكن في المكان المعين وبحق له ولا لا؟ طبعا معظم البوردز له طريقة بحساب الباصز، أوكي؟ أنا حتورديكو موقع في أوتوا، بتقدر تشوف أنت بحق لك ولا لا. اسمه أوتوا سكول ترانسبورتيشن بورد أو authority welcome، اللي هو بتدخلوا عليه وفي غاد خانة للإليجيبلتي، يعني إذا أنت إليجيبل ولا لا، أوكي؟ تقدر تدخل على هذا المكان خاصة في البورد تبعك وبتدور، بتحط عنوانك، بتحط المدرسة، بتحط
الجريد وبعطيك هو باقي المعلومات وبقول لك انت eligible ولا لا. طبعا الإليجيبيليتي بتعتمد على البورد، بعض البورد معظمها للأطفال اللي هم قبل 6 سنوات، إذا بعيد عن المنزل عن المدرسة 1.6 كيلومتر بعطوه 1.6، الأولاد في الهاي سكول 3.2، وأعتقد في الميدل سكول 3.2، في الهاي سكول 3.6 أو 4. حسب البورد، again كل بورد له نظامه وبيختلف هذا النظام من مكان إلى آخر. وطبعا حتى هاي شوفوا مثلا الكينجاردن هلا طلعتهم لازم يكون 0.8، يعني اقل من كيلومتر بيجيبوا له سكول باص. الجريد 1 ل 8 1.6، والجريد 9 ل 12 3.2 كيلومتر، يعني 3.2. هذا بعيد عن المدرسه وما في خطر قطع شارع رئيسي، هذه مهمه. الان كيف بحسبوا هم الديستانس؟ ما بحسبوها زي ما انا بحط الجوجل مثلا، لا، هم بيحسبوها من آخر زاوية في المنزل إلى أول حدود المدرسة. فأحياناً على جوجل، وهي صارت معاي، أنا كنت على جوجل 3.3، ولكن على حسبتهم لما رحت وبديت أتناقش معهم طلعوا بيحسبوا من بداية المدرسة، المدرسة حوالي 200 متر، فصار عندهم 3.1، وبالتالي ابني لم يستحق الباص في هذه السنة. فهذا موضوع المواصلات. الآن في بعض المدارس خاصة في الهاي سكول بيكون عندهم مشاكل في الباص. طبعا في مشكلة كبيرة في الباص درايفرز في كندا، خاصة السكول باص، ما في عندهم إناف سكول باص لأنه معظمهم بارت تايم، فصاروا يعطوا كرت مواصلات الباص العادي، بعطوه من 1 سبتمبر إلى 30 جون، جولاي وأوغست غير فعال، ولما يرجع بعطوه بسموه باص سكول درايف، بعطوه إياه مجانا بالمدرسة. وهذا يعني بيستخدم الطالب، بيقدر يطلع أماكن تانية وبيقدر يطلع على المدرسة. طبعا لما يكون في باص بيجي قدام البيت بيكون أحسن. في كتير ريجوليشن للباصات، خاصة للأطفال الصغار، إنه أهليهم لازم يستقبلوهم ووصلوهم للباص، بالتالي لازم تنتبهوا. أحيانا ما بيخلوا الولد ينزل إذا أهله مش مستقبلينه، إحنا عادة أوكي خلص عرف الدار بينزل لحاله، لا، خاصة إذا الأولاد صغار، الكبار ما عندهم هاي المشكلة أعتقد بعد الصف السادس. الرسوم الدراسية، هذا سؤال مهم جدا، قديش الرسوم الدراسية للمدارس الببليك؟ الخاصة حكينا عنها بتعتمد مدرسة لمدرسة. الرسوم الحكومية للمدارس الحكومية تعتبر شبه مجانية، المبلغ قد يكون من 30 إلى 60 دولار بطلبوك فيه سنويا، وانت مش مجبر انك تدفع، وهذا بيستخدموه لبعض الأنشطة، يعني هم مصاريهم تجيهم من الحكومة، ولكن هذه بيعتبروها زي administration fees، بيستخدموها للاكتيفيتيز والشغلات اللي زي هيك. اجين انا مره صارت معي انا نسيت ادفع، بعثوا لي انه لازم ادفع ونسيت ادفع، اخر السنه بعثوا لي الرساله انه السكرتري بدها تشوفك. لما رحت على السكرتري قالت لي هل انت عندك ضائقه ماليه او مشكله ومش قادر تدفع الرسوم الدراسيه؟ قلت لها اي رسوم دراسيه؟ قالت لي احنا بعثنا لك وانت مش دافعها. قلت لها سوري انا ناسي. قالت لي لا، اذا عندك ضائقه ما في داعي تدفعها، احنا ما لنا مشكله. لا ما في مشكلة، ودفعتها يومتها، عملت لهم شيك في المبلغ ودفعت هذا المبلغ. فالموضوع حتى يعني ممكن هم يراعوا، المبلغ بسيط جدا مش مستاهل أصلا تتكلم فيه، يعني بالنسبة للدول تانية مبالغ يعني غير 30 ل 60 دولار يعني المبلغ. الكتب ما في عند الطلاب كتب زي بلادنا، يحمل كتب يروح على المدرسة. معظم المدارس الآن صارت تشتغل على الجوجل درايف والجوجل كلاس روم، فمعظم الطلاب بطلبوا منهم لابتوب أو كروم بوك. معظم الطلاب بطلبوا منهم كروم بوك أو لابتوب حسب المدرسة. الآن إذا الولد ما قادر يوفر هم بعطوه واحد بكون عادة قديم وشحن وسيء واوا، فأنت الله بعينك تشتري واحد لابنك سنتين كل 3 سنين بدك تغيره، لأنه تعرف هاي الأجهزة ما بتطول خاصة مع أولادنا. فعادة هو بيشتغل كل إشي أونلاين، المواد عنده بتنعطى أونلاين وبعطوه إياها، بيعمل الهومورك، أحيانا بعطوه ورق بيعمل هومورك على ورق، بس بشكل عام ما في كتب يحملها بإيده يوديها ويجيبها. للعلم في كتاب أنا بنصح فيه موجود في كوسكو بنباع، في الكوريكولومز أو أنشطة للكوريكولومز من صف أول لثامن ببيعوه،
لكل هذا حقه 30 دولار يمكن، بتلاقوه عند الكتب ومحطوط عليه جريد 1 جريد 2، وهذا كروكولوم أنتاريو، وفي يعني مواد زي كيف هوم وورك إضافي للطفل، لأنه إذا أنت حابب الولد يستثمر وقته وما يقعد يلعب تعطيه هذا الكتاب، بيصير يحل الأسئلة، في رياضيات وفي ساينس وفي إنجليزي وفي فرنسي حسب الكوريكولومز اللي أنت مختاره. هذا أنا بنصح فيه وكتاب ممتاز جدا. موضوع الأكل طبعاً، اللانش بوكس من الشغلات اللي كتير من الأهالي اللي ما تعودنا، أنا مثلاً ما عمري حملت لانش بوكس على المدرسة وأنا صغير، فكنا نحمل سندويشة وإذا أمنا يعني بدها تدلعنا بتعطينا علبة عصير معنا. الموضوع يختلف في كندا، عندهم تو بريكس، عندهم إشي اسمه سناك بريك وميد بريك. السناك بريك هذا عادة بوكلو فيه سناك، وهو أنا بفضل أنك تعطيه فواكه، يعني بورشن وفواكه، تفاحة تأشر له إياها، موزة مثلا، شوية فراولة، شكل يعني كل يوم أو يومين شكل له شغلة، حيث أن الولد يأخذ الفيتامينات اللي محتاجها من الفواكه. هذا يعني أفضل سناكس، ناس بحطوا شوكولاتة، ناس بحطوا شغلات. بدكم تنتبهوا على موضوع الألرجي، خاصة البينتس أو اللي هو الفول السوداني، فول الصويا، أنا جايب منه هون عشان أورجيكم إياه. الفول السوداني هذا اللي بتأشر، شوف واحدة مأشرة البينت، أي إشي فيه زي سنيكرز مثلا في فول سوداني، البينت باتر، كل أي إشي فيه فول سوداني أوعوا تأخذوه، هذا محرم محرم في المدارس في كندا. الآن في مدارس أو في صفوف بكون فيها طلاب، مثلا إحنا في أحد السنوات عند أحد زملاء ابني كان عنده مشكلة في البنانة، ممنوع أي طالب يجيب، لأنه إذا لا سمح الله عنده صار إلرجي شوك ممكن الطفل يتوفى بسبب استنشاقه للريحة، مش أكله كمان، يعني مش إنه غلطان الولد أعمى أو شيء، يمكن يستنشق هاي الريحة وتسبب عنده هاي المشكلة. فهذا الموضوع حساس جدا و very very sensitive، موضوع الإلرجي. عشان هيك معظمهم بقول لك كاتب لك school safe أو ممكن تأخذه على school peanut free، فهذه الشغلات لازم تنتبهوا لها. الآن الوجبة الثانية اللي هي الغداء بتكون يا إما ساندويش أو مثلا رز بمرتبة بتكون تحت طوية أو بتسموه هذا قرطاسة أو إشي زي هيك، في حافظات بتكون ممكن تحط له اللي بحبه مثلا أي إشي، سوشي اللي بدك إياه تسوي له، ساندويشة عروسة إيش ما بدك تسوي، وممكن مشروب معها. أنا بحبذ إنه ما يأخذ مشروبات سكرية عشان الولد ما يتعود على السكر لصحته، خليه يأخذ أنينة مية وتعلم إنه يشرب مي دائما، حتى الأراني المية ما تخلوه يأخذ البلاستيك، في عندهم دائما ريفيلبل، فبقدروا يعبوا من المدرسة دائما مي، دائما تكون معاه قارورة الماء يأخذها فاضية وعبيها في المدرسة ويخليها في المدرسة، وكل يوم بيستخدمها غاد بغسلها وبيستخدمها. هلا أحيانا ممكن تحط له شوية شوكولات أو شغلة هيك حلوة إنه يحلي فيها إذا حابب. هذا اليوجوالي، كل واحد طبعا طفله، في ناس طلاب ما بوكلوا بالمرة وفي ناس بوكلوا زيادة، فكل طفل بيعتمد على كمية الأكل اللي تبعتها. هذه السكول باكس أو السناك لازم تسويها. الآن في بعض المدارس خاصة في تورونتو إيريا عندهم فود بريكفاست، بريكفاست ولانش أعتقد مبلغ بسيط جدا، بس إقلال هدول المدارس، إن شاء الله بيقدروا يعمموا هذا الموضوع، لأنه فعلا هذا الموضوع مهم إنه نعطي أبنائنا نوتريشن إناف، مثلا الحليب والبيض والشغلات هاي والجبن لازم يأخذوها صح. أنا بشجع على إنه المدرسة تعمل يونيك للكل، لأنه بصير ساعتها بيحسبوا النوتريشن وبيحسبوا الكالوريز، والولد بتشجع لما يأكل مع التانيين، وما في بيصير أنت أكلك أزكى، أمك طبخالك أزكى، أنا طبخي أزكى، هذه طبعا سيكولوجي معروفة عند الأطفال فلازم ننتبه عليها. في برضو شركات بتسوي لانش للطلاب، مثلا تشترك معهم، خاصة عند الأهالي اللي بيزي تشترك معهم، مثلا في أحد الشركات المشهورة اسمها لانش ليدي، بصيروا يبعثوا لابنك على الوقت تبع الغداء أو هذا لانش كل يوم فكرة جديدة بحيث إنه يكفيه. وطبعا بكونوا معتمدين لعدة مدارس ولهم أماكن معينة، إذا حابين تدوروا عليهم وتشوفوا كيف قديش تدفعوا لهم برضو فكرة جيدة.
بالنسبة للاي بي بروجرامز، هذا انا حابب احكي عنه. هذا البرنامج هو عبارة عن برنامج اسمه انترناشونال بكالوريا، مشهور كثير في بعض الدول، بيعتمد على الطلاب اللي الاكثر يعني talented، وبحاول انه challenge them. يعني هو في ناس كثير بيجوا بيقول له هنا انه التدريس او التعليم مش زي بلادنا، حفظ 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 حفظ، لا متساهلين مع الطلاب، ففي كثير اهل ولك هذا مش كويس. الان الاي بي بروجرام فرصه جيده للطلاب انهم يدخلوا فيه. كثير في طلاب من شرق اسيا، من الصين بالذات. الاي بي بروجرام بيعتمد على امتحانات وعلى ريكومنديشن لتر من المدرسين السابقين، بما معناه ان الطالب بيقدم امتحانات اختبار، ما في لها دايركت بنك معلومات بحيث انك تدرس عليها، هي عبارة عن اختبارات قد تكون أقصى، فلازم يكون شوي الولد ذكي وشاطر وعنده لوجيك في الشرح أو في الحل، وبده ريكومنديشن من مدرسين عشان يقدر يتنافس على مقعد في الاي بي بروجرام. في بعض المدارس في أوتوا، مش كتير مدارس، أعتقد 4 إلى 5 مدارس، وخاصة لما يوصل للثانوية بدرسوا الاي بي بروجرام. It's a challenging programs، مش سهل، مش زي باقي، بس هدول الطلاب عادة لما يدخلوا الجامعة بكونوا مخلصين 2 to 3 courses من الجامعة already. فلوين بتوصل هذا الاي بي بروجرام؟ It's very good program. أنا بتمنى إنه كتير ناس تقدر تقرأ عنه وتدخل أولادها، لأنه البرنامج كتير قوي وفيه له حسنات وفيه له سيئات، يعني لو بنقعد نحكي فيه رح نحكي ساعات. هذه كانت الشرح بشكل عام عن موضوع المدارس، وهذا طبعا سؤال مهم جدا جدا. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، نراكم إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم.